يحب يترشح على قاعدة الشروط نتاع قانون الانتخاب، وهو أساسا اليد البيضاء، اليد النظيفة، على خاطر من تورط بالأمس في مجالات من المفروض يستحي. شكون يعطيك الشهادة هذه؟ ولا أني شيخ كمواطن حر. يعني أنا تشوف حجم المسؤولية. هو دونك إيتي بوسيبل أنك تعطي لليبراليين وبالمعنى المتوحش الحكم وتقول له صلحني الخيارات الاقتصادية؟ مستحيل. هكا علاش كانت القوانين تمر بالفلوس في داخل البرلمان؟ هكا علاش القوانين كانت تتعمل في الظلمات أثناء الليل بطريقة معينة؟ وهذا ممثلين الشعب بالضبط، هذا مختار من الشعب وهذا ممثلين الشعب. يعني أنه عنوان المرحلة منذ 17 ديسمبر إلى 25 جويلية كانت تشتغل بآليات تحافظ على مصلحة الأقليات، ولم تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الشعبية اللي هي قامت قامت بالثورة واللي هي قدمت التضحيات. جمعت المقاهي وجمعت القعدات البيروقراطية اللي تعاودوا هكا حكومة ويجي يقيموا على كان تنصبوا ولا تبدلوا المثقفة. للأسف الشديد نحن لا نعاديهم، يعني نشوف في التقييمات. أي بقى يا حبيبي اللي أنت تمارس في بيروقراطيتك واللي انت تحلم انك ترجع الى منظومه قديمه كنت تتمتع بالامتيازات، نقول لك مضمض يا صاحبي. انا مثلا اقول لك صحيح يا باب، انا داعم لترشح الاستاذ الرئيس على قاعده ان يواصل نفس المسار اللي دخل فيه لحد الان، لحد الان حصل على النقابات وكي كانت تفهم بدورها الوطني. الان في النقابات، ورغم اني لست ضد العمل النقابي، لكن العمل النقابي يقاد ببيروقراطيات وبهياكل مبنيه على المحاصصات. ليس لدينا الى اليوم تشريعات تشجع الشاب لخلق الثروه الرقميه وادخال العمله الصعبه الى تونس. هو طبعا من غير المعقول. نحن شعب لا ينقص الذكاء، بل بالعكس عندنا ثروه بشريه تنقص تشريعات. هذا هو ما يجب ان نضغط في اتجاهه نحن كابناء الشعب. على ان الغرفة التشريعات ان تتناول مثل هكذا قضايا. نحن نحترم الدول كما يجب ان تحترمنا. لكن هذا لا يعني نحلوا افاق جديده. بالضبط، هذا لا يعني انني ممكن ممنوع نتعامل مع روسيا ونتعامل مع الصين ونتعامل مع الانجليزي. فهذه خياراتي اني كدوله ذات سياده. لكن هما بالنسبه لي هما تكون معايا. لا هما يعني هما تعليم هما. تعليم نحن وكنقول هذا دوله ذات سياده. الذي راه ليس لاي كان منهم الحق في ان يتدخل في امور. نحن اللي غزينا اوروبا بالطب وبالمهندسين في كل المجالات. نحن شعب مثقف وشعب يقدس المعرفه والعلم. واش بيك تقول لي غزينا فرنسا اوروبا بالمفروض راهم يكونوا لهنا في تونس؟ لا يعني بور باش نعطي الدليل اللي عندنا من الطاقات. للاسف الشديد سي مالجيري، للاسف الشديد يعني خياراتنا التنمويه ومقدرتنا الشرائيه ما قدرتش واني تخلق استابيليتي لشبابنا اللي خاسرين عليه دم قلبنا. هذه حقيقه.